سنحقق السلام، جملة سمعها الفلسطينيون كثيرا، كانت بمثابة الراحة للأذن، إلى أن أصبحت الجملة الأكثر ضجيجا في عالم يسوده الوعود بلا تنفيذ. وعود بحل القضية الفلسطينية من قبل الإدارة الأمريكية. لن نذكر أي إدارة، فالإدارات المتعاقبة على الكرسي الأبيض أغلبها وعدت بهذا الشيء، لكن المهم النتيجة، والنتيجة ربما تكون معروفة للبعض مسبقا، وربما من ينتظر أن يقرر ذلك بعد زيارة الوفد الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية خلال أيام. مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج سيناريوهات. هذه الحلقة سنخصصها لمناقشة الدور الأمريكي في القضية الفلسطينية. إلى أين يتجه الدور الأمريكي؟ هل سنكون أمام حلول؟ أم أن القضية الفلسطينية ستظل مكانها خلال هذا الدور الأمريكي؟ يسرنا أن نستضيف في هذا الأستوديو المتخصص في العلاقات الأمريكية الفلسطينية دكتور رويد أبو عمشي. مساء الخير. أيضا سيكون معنا عبر الهاتف خلال هذه الساعة التلفزيونية مستشار الرئيس للعلاقات الخارجية والدولية الدكتور نبيل الشعث، والأمين العام للمبادرة الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي. إذن سنخصص هذه الحلقة لمعالجة أو لمناقشة الدور الأمريكي عن القضية الفلسطينية. ما هو تاريخ التدخل الأمريكي في القضية الفلسطينية؟ هل كان هناك حلول؟ أم أن الدور الأمريكي منذ عقود أو منذ سنوات بقي في مكانه؟ في هذا التقرير سننظر وسنشاهد ما هو الدور الأمريكي في القضية الفلسطينية، فلنشاهد. أقسم بإجلال أن ننفذ بإخلاص مهام منصب رئيس الولايات المتحدة. ما إن وصل دونالد ترامب إلى الحكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في 20 يناير كانون الثاني من العام الجاري، حتى خرج بعد صمت مطبق ليعلن أنه سيعمل على تحقيق السلام العادل والدائم بين إسرائيل والفلسطينيين. فساكن البيت الأبيض كما يصفه الكثيرون صاحب شخصية متقلبة، ويدير الأمور بعقلية رجل الأعمال النرجسي والطامح للإنجاز. قال في أكثر من مناسبة: أنا أستطيع التعايش مع حل الدولتين أو الدولة الواحدة. لقد كنت أعتقد أن حل الدولتين هو الأسهل من بين الخيارين، وإذ كان الفلسطينيون والإسرائيليون سعداء فأنا أفضل الحل الذي يفضلونه هم. وثمة من رأى أن الرئيس ترامب بتصريحاته هذه إنما يعبر عن أسلوبه الارتجالي غير التقليدي في التعامل مع قضايا بالغة الدقة والحرج، كما يعبر عن حقيقة أن الرئيس ليس ضالعا بقضية الفلسطينيين المعقدة، حسب قول أحد المسؤولين السابقين في إدارة الرئيس السابق باراك أوباما. وليس جديدا القول بأن بعض الآراء الفلسطينية قالت إنه لن يكون هناك أي تغير في قلب السياسة الأمريكية اتجاه الفلسطينيين وقضيتهم. وهذا لا يتوقف فقط على الرؤساء الأمريكان، وإنما المؤسسات الأمريكية الداعمة للاحتلال. القيادة الفلسطينية، وعلى لسان مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الخارجية نبيل شعث، قال إن الجانب الفلسطيني غير متفائل كثيرا بزيارة الوفد الأمريكي المقررة نهاية أغسطس الحالي، يضم مسؤول ملف السلام في الإدارة الأمريكية جاريد كوشنير والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جايسون إغرينبلات. وعلى مدار عقود الصراع مع الاحتلال لم يتغير موقف الولايات المتحدة من التسوية السلمية، ففي عام 2011 تحدث أوباما عن الرؤية الأمريكية لقيام دولتين لشعبين، غير أنه ومن سبقه جعلوا القضايا الجوهرية كلها قضايا مؤجلة ودون ما سقف زمني لحلها، بما في ذلك مستقبل القدس واللاجئين والمستوطنات وغيرها.
وكما هو معروف فقد عارضت الولايات المتحدة تقديم القيادة الفلسطينية بطلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وهددت باستخدام الفيتو في حال تقديمه إلى مجلس الأمن الذي هو البوابة الوحيدة الممكنة للحصول على العضوية الكاملة. وقد تمكنت الجهود الأمريكية من تعطيل الطلب الفلسطيني الذي لم يحصل ابتداء على الأغلبية الكافية في مجلس الأمن، وما يزال الطلب عالقا في دهاليز الأمم المتحدة. ومن جهة أخرى قامت الولايات المتحدة باستخدام حق النقد الفيتو في 18 من شهر شباط لعام 2011 ضد مشروع قرار عربي يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ويؤكد على حق تقرير المصير، وهو الفيتو رقم 43 الذي يستخدمه الأمريكان في الشأن الفلسطيني من بين نحو 85 فيتو استخدمتها أمريكا طوال تاريخها. وستتابع أمريكا بحسب مراقبين محاولة سياسة تقطيع الوقت سنة 2017 كما سبقها من سنين دون مبادرات تسوية جديدة أو ضغوط على الطرف الإسرائيلي، بينما ستتابع توفير الغطاء لسياسات الاحتلال الإسرائيلية في الوقت الذي لا تملك فيه الإدارة الأمريكية أي تصور حقيقي لتحريك مسار التسوية، وهي السياسة التي دأب على اتباعها الرؤساء الأمريكيون منذ عقود طويلة مع درجات في التشدد واللين هنا أو هناك، فأي سيناريو قادم تستعد له القضية. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سيناريوهات. كما قلنا هذه الحلقة مخصصة لمناقشة الدور الأمريكي ومن عملية السلام في القضية الفلسطينية. مرة أخرى نرحب بالمختص بالعلاقات الفلسطينية الأمريكية الدكتور رويد أبو عمشي، مساء الخير. مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني زيارة مرتقبة للوفد الأمريكي للأراضي الفلسطينية، كيف تقيم الموقف الأمريكي بشكل عام؟ يعني بطبيعة الحال يعني تقييم هذه الزيارة أو الحديث عنها لا يختلف عن الحديث عن الموقف الأمريكي بشكل عام. هذه الزيارة يجب أن نبحث ونحلل ما هي طبعا أهدافها وما هي الأهداف من هذه الزيارة، وبالتالي ما هي الظروف التي أتت خلالها هذه الزيارة أو تأتي خلالها، وهذه الظروف هي الدولية والإقليمية وهي مهمة والمحلية أيضا، وبالتالي حتى نقيم هذه الزيارة. لكن أيضا هنالك المهم في هذا الموضوع هو الخبرة التاريخية في التعامل مع الملف الأمريكي أو مع إدارة الجانب الأمريكي لعملية التسوية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. للأسف يعني الفلسطينيين لدينا الخبرة أصبحت في التعامل مع الجانب الأمريكي أن الولايات المتحدة الأمريكية لا نريد أن نقيم طبعا موقفها من الصراع العربي الإسرائيلي أو الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن فقط يعني الحديث عن موقفها أو دورها في عملية التسوية فقط في عجالة. الخبرة التاريخية تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية هي وسيط غير نزيه. الولايات المتحدة الأمريكية لم تقدم أي مرة يعني أو ضغوطات جدية على إسرائيل لإنهاء الاحتلال أو حل القضية الفلسطينية، فقط الولايات المتحدة الأمريكية تمارس إدارة الصراع وليست حل الصراع، وبالتالي هي منحازة لإسرائيل. بطبيعة الحال هي منحازة لإسرائيل، وهذا يعني معروف لدينا منذ انطلاق عملية التسوية في مؤتمر مدريد وإشراف على المفاوضات الثنائية التي حصلت تحت رعايتها، بعد ذلك توقيع اتفاق أوسلو تحت رعايتها وفي قلب البيت الأبيض، وكل الاتفاقيات المرحلية التي نتجت بعد اتفاق أوسلو وبرعاية الولايات المتحدة الأمريكية لم تطبق منها إسرائيل شيء، ولم تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل لتطبيق أي من هذه الاتفاقيات. أيضا توجت هذا الانحياز الأمريكي لصالح إسرائيل في قمة كامب ديفيد التي نظمت في عام 2000 بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي برعاية أمريكية التي كان يراد منها إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن لم تنجح هذه. دكتور وايد، يعني في كل رئيس أمريكي يأتي إلى البيت الأبيض ليحكم الولايات المتحدة الأمريكية، يعني أول خطوة يأخذها أن قضية الشرق الأوسط بل قضية الفلسطينية على سلم أولوياته، الكل يعطي حلول قريبة لكن لا حلول
هل نحن أمام سيناريو سيظل يتكرر في السنوات القادمة رغم اختلاف من هو رئيس ومن هو يحكم الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، يعني هو بطبيعة الحال الرئيس الأمريكي لما بيكون في عنده أولوياته الداخلية، لا إحنا لما بنراقب أولويات في السياسة الخارجية، صحيح الشرق الأوسط ككل بيكون على أجندة السياسة الأمريكية كونها قوة عظمى، والآن هي القوة الأولى، لغاية الآن هي القوة الأولى بالعالم، على العلم أنه يعني بدأ هنالك تحرك ولو بطيء في هيكل وشكل النظام الدولي الجديد، يعني أنه هنالك توجه نحو تعدد القطبية، لكن لغاية الآن الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة الأولى والعظمى في العالم. الرئيس الأمريكي نعم يعلن أنه سيقوم بتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن بعد ذلك تجد أنه يضغط على الجانب الفلسطيني وحده أو الإدارة الأمريكية. نحن لغاية الآن ليست كفلسطينيين كعرب لم نجد التعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعني إن أراد أن يضغط على إسرائيل هنالك تكلفة لهذا الضغط بسبب اللوبي الصهيوني الناشط داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لكن إن أراد أن يضغط على الجانب الفلسطيني ما هي التكلفة التي ممكن أن تدفعها الولايات المتحدة الأمريكية جراء هذا السلوك؟ وبالتالي يستسهل الضغط على الجانب الفلسطيني لأنه هو الجانب الأضعف في المعادلة، هذا هي تلك المعادلة. وبالتالي لغاية الآن العرب لم ينظموا تعاملهم مع الولايات المتحدة الأمريكية، لم يتعاملوا معها بلغة المصالح، ولذلك من الستينات أدركت الولايات المتحدة الأمريكية وعلى لسان أحد قادتها حين قال أنه يعني كنا يعني حريصين دائما على إيجاد توازن في العلاقة أو دعمنا لإسرائيل ألا يخل بعلاقتنا مع العرب، ولكن وجدنا أنه بالإمكان الاستمرار في دعم إسرائيل دون أن يؤثر ذلك على علاقتنا مع العرب. وبالتالي لماذا يعني تقامر إسرائيل بعلاقتها مع الولايات المتحدة الولايات المتحدة الأمريكية بعلاقتها مع إسرائيل طالما لا يمارس عليها أي ضغط في هذا الاتجاه؟ طيب دكتور، يعني الشرط إذا اللوب الصهيوني، اللوب الصهيوني لا يتغير، بالعكس قوته تزداد في الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك تدخل علني في من يحكم الولايات المتحدة، وبالتالي ستبقى القضية الفلسطينية معلقة. يعني ما العمل؟ يعني أو هو الذي يحكم السياسة الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية يعني جانبان أو عاملان، في هنالك العامل الداخلي والعامل الخارجي. اللوبي هو أحد أهم العوامل الداخلية، صحيح إلى جانب الثقافة والرابط الديني والأخلاقي كما يتم التنظير، وهنالك وسائل الإعلام وبنوك التفكير، واللوبي أحد أهم هذه العوامل الداخلية. وبالتالي العمل يعني ضد اللوبي أو ضد سياسة اللوبي يكون داخل الولايات المتحدة الأمريكية من خلال جالية عربية أو إسلامية هناك أو مناصرين إلنا، لكن ليست هذه العوامل الوحيدة اللي بإمكاننا نتحكم فيها، هناك العوامل الخارجية لعلاقة العرب مع الولايات المتحدة. طيب ابقى مع دكتور، يعني سنناقش ذلك مع عبر الهاتف معنا مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية دكتور نبيل شعث. دكتور نبيل مساء الخير. أهلا وسهلا دكتور نبيل. يعني حتى شخصيتك قالت أنك لست متفائل كثيرا بالزيارة الأمريكية المرتقبة للأراضي الفلسطينية، كيف تقيم الوضع الأمريكي وهذه الزيارة في ظل عدم التفاؤل؟ يعني الرئاسة الأمريكية في تخبط شديد، وهذا التخبط أدى إلى تراجع الرئيس ترامب عن جزء كبير من المكونات الخارجية بل والداخلية لبرنامج الانتخاب. يعني هو تصور وكسب انتخاباته على أساس أنه سيبقي بأمريكا السيادة على هذا العالم والقرار الرئيس في تقرير مصير العالم، وهذا أمر لم يعد ممكن لنمو قوى هامة في الصين وفي روسيا وفي الهند وفي أوروبا وفي برازيل وغيرها. هذا التغير في القوى صاحبه أيضا ضعف القدرات الأمريكية في المنطقة بعد خسائرها الفادحة في العراق وإيران وأفغانستان، يعني العراق وأفغانستان بشكل رئيسي. فبالتالي الإدارة الأمريكية كلها في تخبط حول سياستها الخارجية، تراجعوا عن موقفهم من الناتو، وتراجعوا عن موقفهم من الصين، وتراجعوا عن موقفهم من المكسيك، وتراجعوا عن موقفهم من المهاجرين المسلمين، وفي أشياء عديدة، تركيز على كوريا الشمالية الآن في تراجع، هم يهددون الآن فنزويلا، والله من عارف يعني ما هي الخطوة الثانية للسيد ترامب. لذلك مشروعه المتعلق بالقضية الفلسطينية أنا في رأيي أنه انتهى بالخمسمائة مليار دولار اللي أخذها في الرياض. المسألة ليست
لم تعد الأولوية التي تحدث عنها هو بعد انتخابه رئيسا. لم نسمع أي تصريح منه أو من الإدارة الأمريكية يتعلق بالاعتداء على المسجد الأقصى وعلى القدس. لم نسمع حتى المواقف الأمريكية التقليدية القديمة حول أن القدس الشرقية جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة. طيب دكتور يعني فيما يخص إقامة الدولتين وحل الدولتين، يعني كثير من المراقبين قالوا أن حل الدولتين مات، والرئاسة الأمريكية أطلقت منذ زمن رصاصة الموت عليه. لكن يعني صهر الرئيس الأمريكي كوشنر قال بشكل مسرب إن الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بعقد صفقة سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هذا بشيء مسرب، لكن هذه السياسة العلنية للولايات المتحدة الأمريكية. هل نحن حقا أمام موت حل الدولتين؟ أنا مش هملني حل الدولتين، أنا هملني تحرير الأرض الفلسطينية. هم في دولة قائمة معتدية اسمها إسرائيل تمارس مشروع صهيوني على استيطاني على أرضنا. أنا أتحدى هذا الاحتلال وأريد تحرير هذه الأرض التي أريد أن أقيم عليها دولة فلسطينية. فبالتالي مسألة الحل هذا مات يموت هم إن شاء الله، يعني إحنا هذا وطننا وهذه أرضنا، وإحنا سنناضل بكل الأدوات والأساليب من أجل استرجاعها وإقامة دولتنا المستقلة عليها. قصة مات الحل ما هذا مشروع، هذا كلام أمريكي وإسرائيل. قصة أنه هو معني ولا مش معني هو جزء من المشكلة، لكن مش هو المشكلة. بالتالي أنا يعني لا يهمني إيش هم بيقولوا، أنا بقول أنه إذا أرادوا أن يأسس أمريكا وهذا الرئيس ترامب إذا أراد أن يكون له دور في الحل، فالحل هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي على الأقل على الضفة الغربية وغزة بما فيها القدس الشرقية، بما يتيح الفرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 عاصمتها القدس الشرقية، ويفتح الباب أمام التفاوض حول كل القضايا التي أجلت للحل النهائي وفي مقدمتها حل مشكلة عودة اللاجئين. عندئذ نقول أنه هذا هو هدف الحل. لم ندخل في التقنيات تبع الحل، بده يعمل مفاوضات ثنائية رباعية خماسية، القضية هي هكذا. إذا هو لا يراها هكذا نحن لا نريد. طب دكتور هذا هو الموقف الأمريكي، هذا هو الموقف الأمريكي يعني المعلن المسرب المخفي، سميه ما شئت، لكن كفلسطينيين الآن ماذا يجب علينا أن نعمل في ظل كل هذه، سواء كانت الغطرسة الإسرائيلية، الاستيطان المتزايد، محاولة تغيير الوضع القائم في القدس، التصريحات العلنية المخفية للقيادة الأمريكية عبر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ماذا يجب فعله الآن؟ ما يجب فعله في رأيي واضح تماما وأصبح أكثر وضوحا بعد انتفاضة القدس الأخيرة وبعد التغير في موازين القوى العملية العالمية اللي أنا شرحته قبل شوي، بمعنى أنه لم تعد الأوراق كلها في يد أمريكا. لم تعد أمريكا التي قامت بعد عام 1991 بحكم العالم، لأنه في 1991 انتهى الاتحاد السوفيتي وانتصروا في حرب الخليج على رأس تحالف دولي. بعد 91 حكموا العالم، الآن هذا ما عادش ممكن. فأنا ما بقول أنه ما بتهمني أمريكا، ولكن لم تعد هي التي يقرر وحدها، وهناك مجموعة من المقررين الآخرين كلهم أقرب مني أقرب إلي من الولايات المتحدة. وما حدث في القدس هو إشارة لاستمرار النضال اللاعنفي الفلسطيني الذي يعمل على الأرض بأدوات مبدعة ومبتكرة حتى يستطيع أن يحمي قدسه ويحمي الأقصى ويحمي فلسطين. علينا أن ننظم أنفسنا لكي نستطيع أن نكرر ذلك في أماكن عديدة. علينا أن نعمل بكل جهد لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وشرعية منظمة التحرير. علينا أن نسعى لإعادة بناء اقتصادنا بحيث يصبح أكثر قدرة على المبادرة وعلى الصمود. طيب ابقى معي دكتور نبيل، ابقى معي دكتور نبيل، بالعودة إليك دكتور رويد، يعني في ظل الزيارة المرتقبة في نهاية الشهر للوفد الأمريكي إلى الأراضي الفلسطينية ولقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس،
هل يمكن أن يكون هناك تغيير؟ هل يمكن أن يكون هناك نقاط جديدة يحملها الوفد الأمريكي لطرح هذه الفلسطينيين؟ لا، يعني الوفد الأمريكي يعني الذي سيصل في الأيام القليلة القادمة سيتحدث إلى الرئيس أبو مازن والقيادة الفلسطينية حول عدة مطالب. أولا سيتحدثون عن العودة للمفاوضات دون شروط، يعني لا يوجد لا طالب القيادة الفلسطينية لا بوقف استيطان ولا غير ذلك. ثاني شيء سيتم الحديث عن عودة التنسيق الأمني، وخاصة أنه موجود في الوفد الآن غير كوشنير وغرينبلات دانيا باول، وهذه نائبة مستشار الأمن القومي للشؤون الاستراتيجية ولها علاقة بالملفات الأمنية، وبالتالي عودة التنسيق الأمني، والحديث أيضا عن دعم اقتصادي للجانب الفلسطيني، أي الحديث عن مشروع السلام الاقتصادي هو مشروع رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو الذي كان قد تبناه سابقا توني بلير حينما كان مثلا للرباعية، أي الحديث عن مسار اقتصادي تعويضا عن غياب المسار السياسي. لماذا يغيب المسار السياسي؟ لأنه إسرائيل لا تريد أن تقدم أي شيء للجانب الفلسطيني في المسار السياسي، فمن الممكن التعويض عنه في المسار الاقتصادي للحفاظ على أمن واستقرار في الأراضي الفلسطينية. هذا يعني سيتم الحديث عنه. أيضا سيتم التطرق إلى خطاب الرئيس أبو مازن في الجمعية العامة المتحدة في دورتها القادمة في نيويورك، وأنه هذا الخطاب لا يتم من خلاله طلب مرة أخرى دولة فلسطين أنها تطلب أن تكون دولة دائمة العضوية، وبالتالي تضطر الولايات المتحدة الأمريكية لاستخدام الفيتو، لأنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم الفيتو، وهي كما ورد في تقريركم الولايات المتحدة الأمريكية في تاريخها في تاريخ الأمم المتحدة استخدمت حق النقد الفيتو 88 مرة، 44 مرة منها لحماية إسرائيل أكثر، وبالتالي ستستخدم يعني مرة أخرى، لكن لا تريد أن تستخدم ضد الفلسطينيين والعرب إلى جانبها في هذا التصويت، وهي الآن تريد نسج تحالف دولي مع العرب لرسم شرق أوسط جديد أو سلام إقليمي، وبالتالي هي لا تريد من الجانب الفلسطيني أن يضعها في هذه الخانة ويضطرها لاستخدام الفيتو، يعني ألا يذهب الجانب الفلسطيني لأي خيارات أحادية الجانب كما تسميها الإدارة الأمريكية. طيب، بعض المراقبين قالوا أن الآن في جعبة القيادة الفلسطينية الكثير، يعني هناك أحداث القدس أثبت فيها الفلسطينيون أنهم أصحاب الأرض، هناك زيارة ولو كانت داعمة بشكل معنوي بشكل على مختلف الأصعدة من جلالة الملك عبد الله الثاني ولقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، يعني هناك كثير من المتغيرات على الأرض الآن، ألا يمكن أن يكون هناك طرف قوي يمثل عربيا، وخاصة كان هناك لقاء مصري أردني ثلاثي يوم أمس في القاهرة قبل الزيارة الأمريكية المرتقبة للأراضي الفلسطينية، هل يمكن الآن أن يكون هناك دور قوي للثلاث العربي؟ لا، هلا الجانب العربي رسميا هو يدعم الجانب الفلسطيني، ولكن الحديث أو المشروع الذي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية الآن القيام به هو السلام الإقليمي أو عكس المبادرة العربية، أي الحديث عن سلام من Z to A كما نسميه، يعني التطبيع مع إسرائيل والسلام الإقليمي مع إسرائيل لكل الدول العربية، هذا من شأنه أن يأتي لسلام فلسطيني إسرائيلي، عكس ما هو مطروح كان في المبادرات العربية السابقة أنه سلام الفلسطيني الإسرائيلي يؤدي إلى تطبيع عربي مع إسرائيل وعلاقات طبيعية لإسرائيل مع العرب، لأنه إسرائيل تود أن تقفز عن القضية الفلسطينية، تذهب إلى الإقليم وإلى الدول العربية، تقيم علاقات طبيعية معها لتصبح دولة عادية ومقبولة في المنطقة دون أن تقدم شيء للفلسطينيين أو حتى للعرب. يعني هذا يعني الجانب الأمريكي يساعدها على هذا الموضوع، وخاصة أنه ترامب في قمة الرياض حينما أتى واللي تحدث عنها الدكتور نبيل قال للعرب أنه يعني بما معناه إسرائيل ستكون حليفتكم لمحاربة الخطر الداهم ضد العرب وهو إيران، وهذه هي الرسالة الناعمة طبعا، هذه الرسالة القوية ليست الناعمة أنه إيران هي العدو يجب أن تتحالفوا جميعا العرب السنة مع يعني إسرائيل ضد إيران، وبالتالي القضية الفلسطينية شأن آخر ويصبح ثانيا. بالعودة لك دكتور نبيل، دكتور نبيل يعني الوفود الأمريكية السابقة كانت يعني تطالب الفلسطينيين سواء بوقف مخصصات الأسرى، كانت تطالب القيادة الفلسطينية بوقف التحريض الفلسطيني ضد إسرائيل، وهذا طبعا ضمن المسميات الأمريكية في المنطقة. أنتم الآن كطرف فلسطيني كقيادة فلسطينية
ماذا ستطالبون الوفد الأمريكي؟ ما هي الخطط التي ستكون أو المطالب التي ستكون في جعبة المفاوض أو الدبلوماسي الفلسطيني الآن؟ يعني هي تندرج على ما قلت في قبل دقائق. يعني بمعنى احنا لن نذهب الى مفاوضات من اجل المفاوضات، ولا نقبل بمفاوضات تؤدي الى حل اقليمي قبل ان نحصل على دولة فلسطينية مستقلة، ولن نقبل بان يقوموا هما بطرح الموقف من وجهة النظر الاسرائيلية، فالتركيز على قضية التحريض لوقف دعم العائلات الأسرى والشهداء وهم ضحايا الاعتداء الإسرائيلي والإرهاب الإسرائيلي، والكلام عن التحريض الحقيقي هو ما تقوم به إسرائيل. إذا كان هم جايين يحكوا بهذه الموضوعات أنا أعتقد حيكون ردنا واضح، يعني مش إحنا مش مهتمين بعملية سلام من هذا النوع. إحنا صرنا 26 سنة في عملية سلام انبثقت من الاتفاق الذي وقع في البيت الأبيض، وتحملت أمريكا مسؤولية فرضه ولم تستطيع أن تفرض شيء، وبالتالي ما عدناش مهتمين. يعني إحنا يعني أعطينا كل الوقت لشرح الموضوع للرئيس ترامب في البيت الأبيض وفي بيت لحم، وشرحنا لمندوبيه مرة تلو المرة تلو المرة. يعني إحنا مش هنروح بالشروط اللي ذكرت هلا قبل شوي، يعني مش هذه الشروط اللي تشدنا الى عمليه سلام الهدف منها فقط اقلمت الموضوع واختراع عدو جديد بدلا من الاسرائيلي، من اسرائيل وهي العدو الحقيقي وهي الحمله الاستيطانيه الصهيونيه. كل هذا كلام لا يؤدي الى شيء. طب دكتور يعني كان يوم امس ترحيب من قبل المسؤولين الفلسطينيين بالدور الصيني، هل نحن الآن كفلسطينيين أمام دور لقوى عظمى بدأت يعني تؤثر أكثر قوة في الساحة الفلسطينية وحتى القضية الفلسطينية التي تعتبر بوابة العالم؟ هل نحن أمام تحالفات كثيرة سواء كانت مع الصين سواء كانت مع روسيا في ظل العلاقات طبعا التي تتواصل بها القيادة الفلسطينية مع كل هذه الدول؟ بدون شك أنه نحن على علاقة متميزة مع الصين وعلى علاقة متميزة مع روسيا. العلاقات في أوروبا ليست كلها بنفس التمايز الذي كان موجود سابقا، في بعض التدهور في هذه العلاقات، لكن لسه فرنسا بالرغم من أن هناك رئيس جديد ولم يكن معنيا بالسلام الفلسطيني الإسرائيلي كما كان معني الرئيس السابق، لكن أيضا أوروبا أقرب، فكل القوى النامية الآن هي هو أقرب لنا. رحلة الرئيس للصين كانت رحلة ناجحة جدا، والصين حقيقة يعني بعد هذه الرحلة أعلنت عن مشروعها السياسي. الجديد في ذلك ليس أن الصين أصبحت صديقة، لا بالعكس، الصين طول عمرها صديقة وحليفة، ولكنها الآن أصبحت قوة عالمية تمكنها أن يكون جزء من تحالفها معنا في عملية سلام، وليس فقط في إمدادنا بالدعم سواء في فترة من الفترات بالأسلحة والذخائر والدعم المادي، وفي فترة أخرى الدعم في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة وفي الحراك الدولي. لا، هي الآن مستعدة أن تلعب دورا في عملية سلام، وقد شاركت هي وروسيا في اجتماع الأخير في باريس اللي حضروا 74 دولة. ومن هنا هذا يؤكد ما يعني ما سبق أن قلته، لم تعد الأمور كلها في يد الولايات المتحدة، والولايات المتحدة عليها أن تدرك ذلك بالرغم من كل محاولتها للتصرف وكأن ذلك لا يعني. طيب دكتور يعني كان في الأيام القليلة الماضية هناك يعني بيان صدر عن الحكومة الفلسطينية، وفي أمر قد ناقشناه في حلقة سابقة، لكن فيما يخص الإدارة المدنية، الإدارة المدنية يعني لديها النية أو حتى ستضاعف أعداد العاملين في الإدارة المدنية إلى ما يقارب 450، وبالتالي كما قالت الحكومة هناك إلغاء لاتفاقية أوسلو، والولايات المتحدة من أحد الراعيين القويين لاتفاقية أوسلو. هذا الملف كيف سيطرح على الوفد الأمريكي؟ هل ستنهون يعني اتفاقية أوسلو؟ هل ما هي الخطوات الآن؟ بما علينا أن نشرح للأمريكان مرة ثانية ما شرحناه 100 مرة قبل ذلك، لكن ما بيصير
نشرح مرة ثانية إنه الإسرائيليين هم الذين لا ينفذوا بالاتفاق أصله إلا ما يعتقدوا أنه في مصلحتهم. امسك مثلا التنسيق الأمني. التنسيق الأمني يعتمد أساسا على أنه إسرائيل لا تدخل الضفة، لا تدخل قطاع غزة وأريحة وكل مناطق ألف من الضفة الغربية. معنى ذلك أنه ما فيش جندي إسرائيلي واحد مسموح له حسب اتفاق أصله أن يدخل هذه المناطق. عندئذ أنت مضطر تعمل تنسيق أمني، لأنه أنت بتقدرش تلاحق الناس لما بيدخلوا على أرض غزة على إسرائيل، وهو بيقدرش يلاحقهم لما يدخلوا على فلسطين. فلذلك أنت مضطر للتنسيق. بس هم يغتالوا هذه الفكرة بالكامل. هم بيقتحموا رام الله وقت ما بدهم، بيقتحموا القرى وبدمروا البيوت وبياخذوا الناس معتقلين من مناطق ألف. ومن ثم يجب أن، ومش يجب، سنقوم بتنبيه الإسرائيليين أولا والأمريكان ثانيا بهذه القصة. المسألة ما بتقول لي أنت عليك تلتزم باتفاق أصله وهو ما بيلتزم. لذلك إحنا أوقفنا التنسيق الأمني، بل وألقفنا كل الاتصالات السياسية مع إسرائيل بما فيها وقت سفر الرئيس إلى الخارج، إنه بدوش ينسق معهم الموقف تبعه. يعني مسألة تطبيق، مش مسألة إلغاء الاتفاق أو عدمه، هم محتلين الأرض لسه. موضوع إجبارهم على تنفيذ هذا الاتفاق والخروج من هذا الاتفاق بحل نهائي يلغي وجودهم أصلا في بلادنا. هذا هو المطلوب. طيب دكتور نبيل شعف، مستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، سنتابع هذا الملف في هذه الساعة من برنامج سيناريوهات، لكن بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. بالعودة لك دكتور رويد، يعني القيادة الفلسطينية ليست متفائلة، يعني السيناريو قديم جديد منذ ما يقارب يعني 26 عام، والدور الأمريكي موجود سواء باتفاقية أوسلو، قبل اتفاقية أوسلو، بعد اتفاقية أوسلو. هناك كثير من الرؤساء الأمريكيين الذين حكموا الولايات المتحدة، أوباما، ترامب والعديد من غيرهم، لكن الآن هل سيحبط المواطن الفلسطيني في ظل هذه يعني الموقف الأمريكي، أم أن القيادة الفلسطينية الآن يجب عليها أن تعمل شيء؟ يعني بطبيعة الحال هذه الزيارة تطرقنا لما يمكن أن يتحدث بها الجانب الأمريكي مع الجانب الفلسطيني، وما هي الأشياء التي يريد الوفد الأمريكي أن يتلمسها. لكن أيضا ما الذي يعني يجب أن نعلم أو نعرف أو نريد فلسطينيا؟ باعتقاد يجب أن نأخذ جوابا واضحا من الإدارة الأمريكية. هل لا زالت الإدارة الأمريكية معنية بحل الدولتين، وخاصة أنه الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب لم يرفض هذا المصطلح يعني كخيار استراتيجي، ولكن فقط قال أنه حل الدولتين في حال اتفق الجانبين عليه، وما يتفق عليه الجانبين أنا أرضى به. إذن أين دورك كقوة عظمى أو كجهة راعية لهذه عملية التسوية؟ فقط تنتظر ما يتفق عليه الجانبين. إذن أنت تركت أرض الواقع لفرض إرادة الأطراف المتصارعة، وبالتالي هنا الأقوى الذي سيفرض أجندته، وبالتالي هنا المعادلة ستذهب للطرف الإسرائيلي. بالتالي يجب أن نأخذ إجابة واضحة من الجانب الأمريكي والوفد الأمريكي الذي سيكون في رام الله بعد أيام. هل لازالت الإدارة الأمريكية تعتبر حل الدولتين هو خيارها؟ يجب أيضا أن نعلم أو نعرف يعني من الجانب الأمريكي ما هو الدور الذي ستلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في المرحلة القادمة. دورها هل ستكون يعني وسيطا نزيها لعملية التسوية؟ أيضا يجب أن نعرف موقف الولايات المتحدة الأمريكية من الاستيطان ووقف الاستيطان. بمعرفة كل هذه المواقف يتم إعادة تقييم الموقف الفلسطيني وتبني أي استراتيجية أو أي خيارات فلسطينية متاحة أو قادمة. يجب أن نكمل مهمة تدويل الصراع. طبعا هو الصراع في الأصل دولي، لكن الذهاب للمؤسسات الدولية حينما لا تقر لنا قوة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية بهذا الحق، يجب أن نذهب إلى المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية لإقرار هذا الحق. أيضا داخليا هنالك عبء يعني سنتحدث عنه فيما بعد عن المستوى الداخلي. خلال هذه السيناريوهات يعني نرحب بالأمين العام للمبادرة الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي. دكتور مصطفى مساء الخير.
مساء النور، أهلا بكم. يعني زيارة مرتقبة للوفد الأمريكي للأراضي الفلسطينية، القيادة الفلسطينية غير متفائلة، بعض المراقبين والمحللين قالوا أن القيادة الفلسطينية في حالة حصار ناعم للقضية الفلسطينية، هل أنت متفائل وهل سيكون هناك ثمرة لهذه الزيارة؟ لا على الإطلاق، أي ثمرة يمكن أن تتوقعها من وفد يتبنى كليا وجهة النظر الإسرائيلية، ومن وفد لا ينفك كل ما جاء إلى هنا يتحدث مع الفلسطينيين فقط عن قضيتين، ما يدعون أنه تحريض وضرورة قطع رواتب الأسرى والشهداء وعائلات الشهداء، لا شيء آخر. كما ذكرتم هذه الإدارة الأمريكية هي الأولى منذ سنوات طويلة التي لا تعترف بمبدأ حل الدولتين، وهي أكثر الإدارات الأمريكية في 20 عاما الأخيرة صمتا عن الاستيطان الإسرائيلي، ولم تنطق بكلمة واحدة عما تقوم به إسرائيل من إجراءات في القدس. أنا برأيي هذه الإدارة الأمريكية أكثر انحيازا لإسرائيل من أي إدارة سابقة، رغم أن كل الإدارات الماضية أصلا كانت منحازة لإسرائيل. المهم الاستنتاج من كل ما ذكرناه ليس مجرد وصف الواقع بل فحص البدائل. أنا برأيي أنه مجرد المراهنة على أن تحل أن يجري أي تقدم عبر الجانب الأمريكي هو سراب كبير، ونحن الآن في ختام مرحلة عمرها 24 عاما انتهت بالفشل، انتهت باتفاق أوسلو إلى الفشل الكامل. نحن في مرحلة جديدة، يجب أن ندرك نحن لسنا في حالة حل بل في حالة كفاح ونضال، وبدون تغيير ميزان القوى لا وفد أمريكي ولا أوروبي ولا غيره سيفعل شيئا. نحن بحاجة لأن نغير ميزان القوى، وهذا يتطلب عناصر عديدة، ولكن أهمها تحقيق وحدة الصف الفلسطيني. طيب دكتور ابقى معي كذلك دكتور رويد. الآن مشاهدين الكرام سنشاهد آراء الناس حول الدور الأمريكي، هل الشارع الفلسطيني محبط أم أنه سيكون هناك يعني ولو شيء من البياض، شيء من اللون الأبيض للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية؟ فلنشاهد آراء الشارع الفلسطيني. الدور الأمريكي هو شرطة العالم، هو المتحكم بمنفوذ الكاملة للعالم، بإيده رؤس الأموال وبإيده الإمارات وبإيده كل شيء، يعني حتى هو وهو إسرائيل ممتلكته، يعني هو عبد لإسرائيل أصلا باللوبي الصهيوني. الدور الأمريكي على مدار الحكومات الأمريكية والإدارة الأمريكية السابقة، ترامب وكل اللي قبله وغيره، هي منحازة للحكومة الإسرائيلية وللوجود الإسرائيلي في فلسطين، وهم الحامين للوجود الإسرائيلي في هذه البلاد. فلا يمكن يعني ولا منتوقع ولا منتأمل من الإدارة الأمريكية الحالية أو اللي ممكن تيجي أو اللي قبلها إنها تعمل حل أو تساعد في حل القضية الفلسطينية. الحل صعب ودوره مش لصالحنا. ترامب وغيره، أنا مش بقصد ترامب، كل رئيس أمريكي قبل واللي جاي بعد ترامب أخرى كله نفس الإشي. الدور الأمريكي بنعتبر إحنا كشعب فلسطيني هو العدو الرئيسي إلنا، يعني إسرائيل لولا الدعم الأمريكي مش موجودة أصلاً، يعني وجودها في الدعم الأمريكي، أمريكا ترفع إيدها عنها على طول إسرائيل بصير مثل أثيوبيا. يعني بالنسبة لمجابهة الشعب الفلسطيني وقوته وعناده وتضحياته، لازم إسرائيل صارت منتهية من فلسطين تاريخي، بس الدعم الأمريكي هو اللي مثبتها. والله أنا بنظر في حل، في سلام، في شيء، بنظر لقضية مميزة، يعني راح يصير شيء مميز، راح يصير شيء مليح. أي رئيس بيجي يعني إذا كان أي هدف من أهدافه خدمة القضية الفلسطينية أو الشعب العربي بشكل عام، من أساسه مش راح يوصل للحكم يعني في أمريكا، من أساس الموضوع، لأنه يعني إذا كانت سياسته بكونوا عارفين سياسته، إذا سياسته فيها صالح العرب 1 في المليون مستحيل يوصل، فهي سياسة نظرة يعني سودة على الآخر أكيد. السياسة الأمريكية ما بتتغير، يعني على مر العصور نفس الإشي، نفس الرؤساء بتغيروا، والقضية الفلسطينية بالتراجع، يعني مش بتقدم. الدور الأمريكي راح يكون داعم للإسرائيليين زي ما هو دائما، وبنفس الوقت بدعم الفلسطينيين للترضية، يعني مشان يضلهم ساكتين وما يعني ما يثوروا. بس كسياسة السياسة ما بتتغير، لأنه يعني اللوبي الصهيوني هناك مسيطر، وأي شيء بده يصير بالنسبة للقضية الفلسطينية لصالح الفلسطينيين راح يكون لهم وقف وين رايحين. Thank you.
إذن كانت هذه آراء الشارع الفلسطيني حول الدور الأمريكي الذي يمكن أن يلعبه في القضية الفلسطينية. دكتور رويد، بالعودة إليك، الشارع الفلسطيني محبط، لكن إذا انتقلنا إلى الشارع الأمريكي، السياسة الأمريكية لا تتغير الآن من خلال يعني دراستك للعلاقات الأمريكية الفلسطينية وتخصصك في هذا المجال، هل يمكن الآن اللعب على وتر الشارع الأمريكي وبالتالي إثارة الرأي الشارع الأمريكي حتى على مستوى دعمه للقضية الفلسطينية؟ يعني حينما يعني تريد الحديث عن إنه الفلسطيني يعني الداخل الأمريكي، يجب أن لا نتحدث عن اليهود كما يصف البعض أو الحركة الصهيونية أو اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية كأي لوبي آخر. اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك هو ثابت ومتجذر، موجود منذ يعني إنشاء أو يعني منذ قيام الولايات المتحدة الأمريكية، يعني لم لا يمكن مقارنته بأي لوبي آخر، وبالتالي لا يمكن أن يكون هنالك مجابهة لهذا اللوبي بنفس الحجم. لكن هذا لا يمنع أن يكون هنالك في تنظيم لعمل منظم داخل الساحة الأمريكية من لوبي عربي وليست لوبي فلسطيني فقط لمجابهة عمل هذا اللوبي الصهيوني. لكن اللوبي الصهيوني هناك يدعمه الثقافة الموجودة هناك، الآداب، السينما، الإعلام مهم جدا، الجامعات، بنوك التفكير، كل هذا يعني يدعم اللوبي الأمريكي ومسخر له رؤوس الأموال اللي هناك، كل هذا مسخر لدعم اللوبي الصهيوني و في الولايات المتحدة الأمريكية. والمهم أن نعرفه أنه ليست في الولايات المتحدة الأمريكية أنه اليهود هنالك هم اللي يعني مشكلين هذا اللوبي الصهيوني أو مقوينه أو يشكلوا الدعم لإسرائيل. بالمناسبة اليهود هناك اللي يعني نسبتهم 3% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، الآن العرب أو المسلمين إذا وسعنا دائرهم أكثر من هذا العدد. أيضا الأهم أنه ثلثين اليهود في الولايات المتحدة الأمريكية وفق يعني استطلاعات رأي والدراسات اللي تعرف هذه يعني بتفاصيلها، هم من اليهود العلمانيين اللي اصلا يعني جزء منهم او غالبيتهم تنتمي للحزب الديمقراطي، وبدا يخرج منهم اصوات مثل جي ستريت وغيره. لكن هنالك كتله هامه في الولايات المتحده الامريكيه على الاقل الان تعدادها 80 مليون، الانجليكان اللي خرج منهم الرئيس بوش الابن وغيره قبل ريغان، هؤلاء الناس هم وبوش الابن، هؤلاء الناس هم يدعموا اسرائيل عقائديا، وبالتالي في هنالك صعوبة يعني هامة جدا. على الجانب الآخر يعني مع أنه الوقت غير متاح، لا يوجد ما يسمى لوبي عربي بمعنى لوبي عربي، لأنه العرب هنالك أولا يحملون لا يعني همون بلادهم، خرجوا من بلادهم يعني تهجيرا أو قسرا الاقتصادي، وهم غاد يعني غير متعلمين يعني بمقارنة في اليهود، أو الجيل الجديد فقط فيهم متعلم ليست كالمقارنة باليهود، اقتصاديا أيضا هم من طبقة تختلف عن الطبقة التي ينتمي إليها اليهود، وبالتالي هم غاد يعني في ضعف. وأهم شيء أنه التقسيم الحادث في العالم العربي يعكس نفسه هناك، يعني ما هي القضايا المشتركة اللي يمكن أن يدعموها في الولايات المتحدة. لكن بالعودة للدكتور مصطفى البرغوثي، دكتور يعني في ظل الخيارات الضيقة الآن أمام القيارات الفلسطينية، كما طرحت السؤال على مستشار الرئيس للشؤون الخارجية دكتور نبيل شعف، هل يمكن الآن اللجوء إلى تحالفات غير أمريكية وبالتالي تغييب الدور الأمريكي؟ هناك تحالفات صينية، هناك تحالفات روسية وحتى أوروبية. شوف يا أخي العزيز، أولا لا داعي للإحباط أو الشعور بالإحباط لأنه في هيك موقف أمريكي، ما هو كما ذكر المواطنون وهم محقون، هذا مش شيء جديد وإن كان أسوأ، لكن لا داعي للإحباط. الإحباط ينتج عندما نشعر أننا نحن غير قادرين على أن نفعل شيء، لا في حالة أمريكا ولا روسيا ولا الصين ولا الهند ولا أي حد ثاني سيهتم بنا أحد إن لم نهتم نحن بأنفسنا. خذ معركة القدس كمثال، لم يفعل أحد شيئا حتى تحرك الشعب الفلسطيني، ولولا حراك الشعب الفلسطيني على الأرض ولولا النهوض الشعبي الذي بدأ بالعشرات ثم صار بالمئات ثم بالآلاف ثم بعشرات الآلاف وكان سيصل إلى مئات الآلاف لو لم تتراجع إسرائيل، لما تحرك أحد. بالعكس، كل الدول الخارجية كانت تتصل بالجانب الفلسطيني وتقول له هدئ الأمور هدئ الأمور هدئ الأمور. نحن في الانتفاضة الأولى فرضنا أنفسنا بقوتنا على الأرض، وفي حالة القدس فرضنا أنفسنا بالحراك الشعبي والمقاومة الشعبية الفعالة. إذا أردنا أن نغير الواقع ونكسب تعاطف دول معنا، يجب أولا أن نبدأ بأنفسنا، ونبدأ بأنفسنا معنا ذلك تصعيد المقاومة الشعبية،
تصعيد حركة المقاطعة التي بالمناسبة تتقدم عالميا ولكن ما زالت محليا متراجعة متواضعة. وثالثا توحيد الصف الوطني وإنهاء كل الانقسامات ومواجهة إسرائيل والعالم بقيادة موحدة. لكن هل الساحة الفلسطينية دكتور يعني هل الساحة الفلسطينية جاهزة لكل ذلك؟ الانقسام يزداد. طبعا جاهزة إذا القيادات تقتنع أنه بكفي تتصارع على السلطة اللي هي كلها تحت الاحتلال وتتفق على الوحدة الآن من أجل قيادة حركة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني. المشكلة مش في الشعب، المشكلة في القيادات، المشكلة في صراع على سلطة ومكاسب السلطة وامتيازات السلطة اللي تتلاشى اليوم يوميا، لأنه الإسرائيليين قرروا أنه خلص نهاية أوسلو. هاي بصراحة شديدة المشكلة، هي الصراع على سلطة كلها تحت الاحتلال أو تحت الحصار. إذا ما اقتنع الجميع بأنه الآن المهمة الرئيسية كيف نحرر وطننا، واقتنعوا بأن اتفاق أوسلو كان مثل غزوة ما فعله المسلمون في غزوة أحد عندما نزلوا عن الجبل ظنا منهم أن وقت اقتسام الغنائم قد حل، لا في غنائم ولا انتهت المعركة، المعركة ما زالت مستمرة. هذا هو الأمر الجوهري، قناعة الشعب هيك، المهم أن يقتنع القادة بما يقتنع به الشعب. طيب دكتور، يعني قناعة الشعب مهمة، لكن الموقف الفلسطيني لا غنى عن الموقف العربي، الفلسطينيين بحاجة إلى دعم عربي أيضا ربما، لكن الساحة العربية الآن يعني منهكة في كثير من الحروب، كثير من السياسات الداخلية. صح بعرف، ولكن ما حك جلدك مثل ظفرك. عندما ندعم نحن أنفسنا ونلغي خلافاتنا لا يبقى لأحد فرصة أن يتدخل بنا ويؤثر في مسار أحداثنا، عندها سيحترمون الجميع لأننا موحدون. وأنا برأيي الشعوب العربية معنا، إذا أردنا أن نحول تأييد الشعوب العربية إلى تأييد رسمي علينا أن نكون نحن على مستوى المسؤولية ونظهر للجميع أننا قادرون على الإمساك بزمام المبادرة وبزمام أمر قضيتنا. وبالمناسبة لا يوجد مخرج آخر، ليس أمامنا سوى هذا الطريق، وليس أمامنا سوى طريق الكفاح والنضال بالأسلوب الصحيح طبعا، بما يجعلنا قادرين على حشد كل الطاقات التي يمكن أن تكون إيجابية لصالحنا في العالم كله. شكرا لك الأمين العام للمبادرة الفلسطينية دكتور مصطفى البرغوثي. بالعودة إليك دكتور رويد، يعني في مقال كتبه عميت عن أحد الصحفيين الإسرائيليين عن الوفد الأمريكي، قال أن هناك ثلاثة يهود، منهم كوشنر مبعوث ترامب الشخصي إلى الشرق الأوسط، غرينبث السفير الأمريكي في تل أبيب، فريدمان. إذن نحن الآن يعني أمام زيارة إسرائيلية، وفود إسرائيلية لكن بطابع أمريكي. إذن ما هو الجديد؟ يعني هو ليس المهم الديانة بهذا الموضوع بقدر ما مهم الأيديولوجية الحاكمة للشخص. يعني هنالك يهود في الولايات المتحدة الأمريكية، قلنا خرجت منهم مثل حركة جي ستريت وغيرهم، وحاول الرئيس أوباما فترتها يدعمها، يعني يؤيدون حل الدولتين وهم ضد اتجاهات اليمين الإسرائيلي. هنالك يعني في الإدارة الأمريكية أو في الجانب الأمريكي كما تحدثنا قبل قليل، من هم يتبنون الطروحات الإسرائيلية اليمينية الإسرائيلية أكثر من أي إسرائيلي أو يهودي في إسرائيل، يعني هذا مهم جدا. وبالتالي كوشنير أينام هو يهودي، ووالده من رؤوس أموال اليهود اللي كان متبرع لمستوطنة أرئيل. ديفيد فريدمان اللي هو السفير الأمريكي في إسرائيل، من ثلاث أيام بنته اجت على إسرائيل تتطوع في الجيش الإسرائيلي ضمن الرحلة اللي بنظموها للشباب الأمريكان يزوروا فلسطين هون، يعني أو اللي هو إسرائيل عادة طبعا اللقاءات السرية التي أو بالتالي يعني هذا مش هذا المهم. اللي في إدارة كلينتون السابقة لما كان إشراف على الوفد على كامب ديفيد، كان 11 عضو في الوفد الأمريكي، خمسة منهم أو ست يهود، أولبرايت وروس وإنديك وكل هؤلاء يهود. لكن هذا ليس المهم الإيديولوجية يعني الحاكمة. الصحافة الإسرائيلية يعني تلعب كثيرا على هذا الوطن الحساس باعتبار أنها يمكن أن تكون هناك مجرد وجود مقاربة بين إسرائيل واليهود حتى المولودين داخل الولايات الأمريكية. لكن دكتور لو جئنا إلى الخيارات، المواطن يحتاج إلى الحلول، لا يحتاج كثيرا ربما إلى الأسئلة التي تضعه في شك كثير في وسط كل هذه الشكوك والوعود التي لم تنفذ، سواء من قبل الإدارة الأمريكية، سواء من الانقسام، سواء من كثير يعني من الجبهات التي عليه. الآن نريد خيارات، هل يمكن الآن اللجوء إلى تحالف آخر؟ هل يمكن الآن اللجوء إلى خيار إنهاء الانقسام داخليا؟ ما هي الخيارات الآن المتاحة أمام الفلسطينيين لكي يكونوا أكثر قوة؟ يعني إن على الصعيد الداخلي إنهاء الانقسام
هو ليست أنه يكون خيار أو لا، لازم يكون مسار أو ممر إجباري للكل الفلسطيني. يعني يجب أن تحصن جبهتك وتعمل على مسارين، الداخلي والخارجي. في المسار الداخلي ألف باء الحديث يجب أن يكون هو إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية سياسيا وبعد ذلك جغرافيا، لأنه أنت لا يوجد حركة تحرر يعني وطني انتصرته فيها انقسام عمودي كامل. يعني يمكن بعد ما أنجزت مشاريعها صار فيها انقسام، هذا يعني ممكن شيء طبيعي يتقبل. أما أثناء التحرر الوطني، عملية التحرر الوطني، يعني يكون هنالك انقسام عمودي، هذا يعني يشكل فعلا عائق حقيقي لأي عملية تحرر. فبالتالي هذا الانقسام هو مهم جدا، وبالتالي سيما وأن كثير من دول الإقليم تلعب على هذا التناقض، إن والله نحن ندعم الفلسطينيين لكن من خلال منظمة التحرير، لا ندعم الفلسطينيين من خلال حماس ومن خلال مساعدة الإنسانية لغزة. وبالتالي هم يختارون يعني أي جانب يدعموه، بعيد عن أنه يكون عندك وحدة وطنية وبالتالي رؤية سياسية واحدة وبرنامج سياسي واحد تجبرهم جميعا على دعمه في كل المحافل الإقليمية والدولية. طب ماذا عن الخيارات الدولية دكتور؟ على الجانب الآخر اللي هو الجانب الخارجي طبعا، وطبعا بالجانب الداخلي يجب أن نضيف كما تفضل الدكتور مصطفى، تفعيل المقاومة الشعبية وخيار القدس أثبت فعاليتها لا تبقى نخبوية فقط. أيضا خيار المقاطعة البي دي إس، وإسرائيل حينما تصنف الأخطار المهمة ضدها بالمناسبة تقول إيران، ثانيا تحط البي دي إس، تتحدث عن البي دي إس كخيار كخطر استراتيجي عليها. وأيضا بالنسبة للصعيد الخارجي يجب أن نستمر بشقين، أولا في الجانب الإقليمي بالنسبة للإخوان العرب والعلاقة معهم، طبعا التنسيق موجود لكن تكثيف هذا التنسيق، أن تبقى القيادة الفلسطينية حريصة على عدم الانجرار وراء أي محور، خاصة المحاور الجديدة التي ترسم في المنطقة العربية أو الخليجية حتى لا ندفع هذا الثمن ثانيا كما تم في سنة 90 أثناء الاحتلال العراقي للكويت. يجب أن يبقوا الفلسطينيين أن نحافظ على القضية الفلسطينية كقضية جامعة للعرب أجمعين. أي نعم الوضع العربي الآن متهالك، الدول العربية منكفى عاداتها، العالم العربي يعني مجروح، لكن يجب أن تبقى القضية الفلسطينية هي أول القضايا. في هذه النقطة وسؤال سريع، هل أثرت المشاكل الدولية في الدول العربية سواء كانت في سوريا سواء كانت في العراق في اليمن في مصر ربما، هل أثرت على القضية الفلسطينية وبالتالي المنظور الأمريكي أصبح أكثر تركيزا على هذه الدول مما غيب القضية الفلسطينية المغيبة أصلا، لكن ألا يزيدها الآن تغييبا؟ طبيعة الحال يعني أنت إعلامي، شوف وسائل الإعلام وحدها القضية الفلسطينية لم تعد هي الخبر الرئيسي أو من الأخبار الرئيسية. وبالتالي حينما تكون النار في بيتك لا تهتم في بيت الجيران، سوريا جريحة، اليمن، ليبيا، الأحداث التي ألمت في مصر، كل الدول العربية الآن تعاني، والآن حتى الخليج نفسه اللي لم يصلوا ربيع عربي الآن في أزمة وانقسام من نوع آخر، وبالتالي أصبحت الأولوية لهم هي لملمت جراحهم ذاتهم. اثنين، التعامل الدولي مع يعني الدائرة الدولية في تعاملها مع الدائرة الإقليمية في المنطقة، التعامل الدولي مع الإقليم أصبح يتحدث عن هذه المشاكل، إنهاء أزمة المهاجرين الأفارقة مثلا عبر ليبيا وكذا، إنهاء الأزمات الأمنية التي نتجت عن هذه الأزمات مثل سوريا وليبيا، إنهاء أزمة اليمن. أصبحت هذه الأزمات هي أزمات أيضا دولية لها جهد سياسي ولها استنزاف مالي من قبل الدول العظمى، وبالتالي القضية الفلسطينية لم تعد هي الأولوية في منطقة الشرق الأوسط، هذا أثر للأسف. شكرا لك دكتور وايد. إذن مشاهدينا الكرام بهذا التفصيل الموجز نصل إلى ختام هذه الحلقة الجديدة من برنامج سيناريوهات. كنا قد ناقشنا الدور الأمريكي في القضية الفلسطينية وفي قضية السلام بشكل كامل قبيل الزيارة الأمريكية المرتقبة إلى الأراضي الفلسطينية. الشكر للدكتور رويد أبو عمشة المتخصص بالعلاقات الأمريكية الفلسطينية، كذلك الشكر موصول عبر الهاتف لمن كان معنا الأمين العام للمبادرة الفلسطينية مصطفى البرغوثي ومستشار الرئيس للشؤون الخارجية والعلاقات الدولية الدكتور نبيل شعث. مشاهدينا الكرام، هذه تحيات فريق العمل وتحياتي أنا جهاد قاسم، إلى اللقاء في حلقة جديدة.